فنرجو منكم دائما السبسكرايب واللايك والشير وإعانتنا ودعمنا لنواصل أكثر وأكثر. اليوم سنتعرف على طريقة تمرير الأصابع، فبطلب من العديد من المشتركين يريدون طريقة تمرير الأصابع، وهذه طريقة مهمة لأخذ قاعدة قوية، وفيما بعد تستطيع عزف أي أغنية إذا كنت لديك أصابع متمرنة جيدا. فغنأخذ مثلا مقام عجم على الضو مثلا، فالمقام عجم على الضو يبدأ من هنا من الضو، دو ري مي فا صول لا سي دو سي لا صول فا لي ري دو. فطريقة التمرين نأخذ الأصبع الأول وهو الإبهام الأول، يعني واحد اثنان ثلاثة في الأصابع، ثم نأخذ هنا في الفاء الأصابع من الأول. فهذه الطريقة يجب التمرين عليها بهذا الشكل. ثم الأربيج بهذا الشكل، نعيدها بالإبهام الأول، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، ثم في العودة نبدأ من هنا، خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد ثلاثة اثنان واحد. وهذا التمرين يجب أن تقوم به كل يوم تقريبا حتى تتمرن الأصابع وتصبح يعني سريعة أكثر. ثم نقوم بالأربيج، دو مي صول دو صول مي دو مي صول دو صول مي دو. ومع الوقت يمكن أن تسرع، فهذا التمرين بسيط لكنه فعال جدا. وكذلك من نقع في النهوان، في النهوان على الضو مثلا، فكذلك على الضو نهوان على الضو، ثم الأربيج، يعني في الماجور وفي المينور، هذا الماجور وهذا المينور. فقط قوموا بهذه التمارين يوميا وستتمكنون من العزف أحسن الأغاني وأفضلها إن شاء الله. وإلى اللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله.